اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بتبناها مع بعض على القناه. الناس الاول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه. لو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. طبعا تراكم الدهون يا جماعه في الجسم يعتبر كابوس للفتيات والنساء والرجال، لذلك معظم الناس بتلجأ للأنظمة الغذائية خطأ وأدوية تخسيس وإنقاص وزن، ولكن ما بيحصلش على النتيجة المطلوبة. أخيرا معظم الناس كمان بترهق من ممارسة الرياضة. في ناس على القناة سألتني على جهاز للتخسيس اسمه جهاز الأوندا، بيتعمل له دعاية كتيرة جدا في جميع المراكز الطبية خاصة مراكز التخسيس. فالنهارده يا جماعه كل تفاصيل جهاز الأوندا وعلاقته بالتخسيس هنعرفها مع بعض، ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، واهلا بكم مره تانيه في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو جهاز الأوندا؟ ده عباره عن بيروج للجهاز ده يا جماعه ان هو جهاز نحت وشد الجسم، حاصل على براءة اختراع للتنحيف بأمواج الميكروويف من شركة ديكا، حاصل على جايزة أفضل جهاز للتنحيف وشد البشرة المترهلة في أوروبا سنة 2018، وحاصل على جائزة تكنولوجيا الأجهزة الجمالية الأكثر إبداعاً لعام 2018. طب إيه هي الاستخدامات والاستطبابات الدعاية اللي بتروج لي أنه بيستخدم ليها هذا الجهاز؟ أول حاجة بيستخدموه في علاج السمنة وإذابة الخلايا الدهنية، خاصة إذابة الدهون اللي موجودة في البطن ومنطقة أسفل الدقن يا جماعة، الناس اللي عندها الدقن المزدوجة بعد اللي هو اللغد. بعد كده يا جماعة عندنا بيستخدموه كمان في الدعاية ان هو بيشدوا بيه البشرة ومعالجة السليوليت والترهلات، اللي هو عندنا ترهلات الذراع، السليوليت اللي موجود في الأرداف، عندنا كمان التخلص من التعرجات بتاعة الجلد، رفع وشد المؤخرة، نحت وتنسيق القوام في الظهر والخصر، وإبراز جسم السيدات على شكل الساعة الرملية. طيب يا جماعة، إيه هي طريقة عمله؟ ده بيعمل بواسطة موجات صوتية عالية التردد، ودي عبارة عن تقنية مبتكرة بتعمل بالموجات الباردة والموجات المصغرة في تخفيف وتكسير الدهون. يعني بيعمل بطريقة 3 في 1 زي ما بيقولوا، لأنه بيحتوي قبضتين يا جماعة زي إيدين كده، واحدة بتشتغل للتنحيف والتانية بتشتغل لشد البشرة ومعالجة السليوليت. يتم علاج الدهون الموضوعية بإحداث تلف في غشاء الخلية للأنسجة الدهنية اللي موجودة تحت الجلد، وبالتالي يتم التخلص من الدهون اللي بتتحول للحالة السائلة عن طريق البول لخارج الجسم. بعد كده خلي بالكم يا جماعة، علاج السليوليت بيخلصك من مظهر قشرة البرتقال باستهداف الأشرطة اللي فيها الموجودة بين الكريات الدهنية. بيستخدموه كمان يا جماعة عشان يشدوا بيه الجلد بتجديد خلايا البشرة وتحفيزها على إنتاج المغذيات والبروتينات، وبالتالي لأن هو بيساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، فبيؤدي إلى مرونة الجلد والتخلص من علامات الشيخوخة والتجاعيد. طب يا جماعة، لما نيجي نسألهم إيه هو الفرق ما بين أوندا والأجهزة الأخرى لتشكيل الجسم وحرق الدهون والتخسيس، يقولك كل الأجهزة بتدمر الخلايا الدهنية، لأن الخلايا الدهنية دي ليها مهام محددة في الجسم وتعتبر عضو من أعضاء الجسم، وده بيخلق لي مخاطر غير مرغوب فيها. طب اما الأوندا بيشتغل ازاي؟ ده بيعمل على إعادة الخلايا الدهنية لطبيعتها بتحفيز عمليات الأيض الطبيعية بدلا من تدمير الخلايا الدهنية. يعني هو من الآخر، أولا هم كشفوا لنا كده سر حلو جدا، الأجهزة الأخرى بتاعت التخسيس ليها مخاطر رهيبة، تمام، ولكن جهازنا بيعمل على تنشيط الخلايا الدهنية ان هي تحرق الدهون، يعني بيرجعها لطبيعتها ولكن ما بيدمرش الخلايا الدهنية. طيب ايه عدد الجلسات المطلوب؟ يقولك لو للتنحيف هناخد من 4 لـ6 جلسات بفارق 10 ايام، عشان نشد الجسم هناخد 4 لـ6 جلسات بفارق 3 أو 7 ايام حسب طبيعة الجسم للحصول على النتيجة المطلوبة. طيب مدة الجلسة من نص ساعة لساعة حسب مساحة المنطقة اللي احنا بنعالجها. لما سألناهم على تكلفة الجلسات يا جماعة، للأسف لقيناها عالية جدا. الجلسة الكاملة لمنطقة البطن والجلسة الكاملة لمنطقة الفخدين اليمين والشمال للأسف أسعار مبالغ فيها جدا.
طيب يا جماعه، بالنسبه للاثار الجانبيه والمحاذير بتاعتها، بيقول لك هي مؤلمه قليلا بسبب نظام التبريد الموجود داخل القطعه بتاعه الراس بتاعه الجهاز، فبالتالي هي مش بتحتاج لتخدير، لكن بتعمل لي شويه تهيج واحمرار بيروح بعد شويه قليلين. كمان يا جماعه بيسبب لي حكه بسبب تحفيز الدوره الدمويه لعمل الانسجه اللي موجوده داخل المنطقه اللي احنا بنعالجها. كمان يا جماعه بيتم جفاف الجلد، عشان كده اللي بيعمل الجلسات دي يا جماعه لازم الترطيب الكامل للبشره. كمان يا جماعه عايز اقول لكم ان في بعض الدهون بتطلق في الجسم دون معرفة مسارها، وده للأسف يا جماعة بيؤدي إلى مشاكل كتيرة جدا، يعني زي زيادة الدهون الثلاثية، وده ممكن يؤدي إلى مشاكل في القلب والرئة. كمان يا جماعة خلي بالكم عدم التخلص من الدهون بعد تفتتها للأسف ممكن يسبب لي أمراض الكلى والسرطان. خلي بالكم دخول الأشعة لطبقات الجلد الداخلية قد تؤدي إلى التهابات وحروق في الطبقات الداخلية للجسم. طب يا جماعة ايه هي حقيقة النتائج بجهاز الأوندا؟ النتائج يا جماعة بتعتمد على نمط الحياة والنشاط بتاعك والعادات الغذائية للشخص. خلي بالكو الناس اللي بتعمل الجلسات دي قبل ما تضيع فلوسها، اول حاجة هتشعر بس بفرق بسيط في الجسم بعد شهرين من الجلسة الاولى وليس مباشرة، ولازم عشان تحصل على هذه النتيجة لازم من نظام غذائي وتمارين رياضية للحصول على النتيجة، عشان لو ما حصلتش على نتيجة بعد الجلسة عندهم الف سبب يقولك انت ما اتبعتش النظام الغذائي، ولو انت اتبعت النظام الغذائي فانت هتخس مش للجلسه، هتخس نتيجه اتباعك للنظام الغذائي. يا ريت الناس تبقى مركزه في كلامي. فبالتالي كمان هو غير مفيد للاشخاص فوق 90 كيلو اللي عندهم سمنه مفرطه، ده للاسف لو خلاص قرر انه يلجا لعمليه جراحيه يبقى شفط جراحي للدهون. خلي بالكم يا جماعه، في دراسه بريطانيه لقيت ان مصر في المركز الثاني عالميا في انتشار السمنه للنساء، حوالي 10 مليون سيده. الشاب المصري الاكثر سمنا في افريقيا، مصر بها اعلى معدل مرض للسكر. يا جماعه احنا واخدين المركز الرابع بعد الكويت والسعوديه ودول امريكا الوسطى. للاسف زادت السمنه في مصر يا جماعه للضعف منذ سنه 1980. عايز اقول لكم 1.9 مليار شخص عنده 18 سنه بيعاني زياده الوزن على مستوى العالم، واكثر من 640 مليون شخص مصاب بالسمنه على مستوى العالم. اسباب كتيره يا جماعه بتؤدي للسمنه، السهر يا جماعه بيزود الوزن، اللحوم المصنعه البرجر والسجق والسوسيس ايضا مرتبط بامراض السرطان نتيجه محتواها العالي من السعرات الحراريه والدهون والاملاح، واللي بتؤدي الى احتباس السوائل في الجسم. ما ينفعش اعمل اخطاء بتؤدي للسمنه وفي الاخر يا جماعه انا عاوز اخس بسرعه وادور على دواء سحري او تمرين سحري او جهاز سحري ينسف لي 20 كيلو جرام من وزني في فتره قليله. رحله التخسيس يا جماعه رحله بتتطلب الصبر والالتزام، واذا كنت غير صبور ففي الاف الاشخاص في انتظار شخص غير صبور زي سيادتك عشان يحقق الارباح من وراء اوهامه، وده اللي بتعمله مراكز التخسيس يا جماعه في الاعلانات بتاعتها على الاجهزه وعلى الادويه بتاعه التخسيس. فقط امتنعوا عن كل ما هو ضار وتناولوا كل ما هو مفيد واتركوا الجسد يفعل المعجزات. اتمنى تكون رسالتي وصلت لاصحاب الاستفسار عن جهاز الأوندا للتخسيس. متاسف جدا لتاخير الفيديو، ولكن عملت عليه يعني بحث كتير جدا عشان خاطر اوصل للمعلومات اللي انا قلتها في الفيديو ده. اتمنى رسالتي تكون وصلت. لو استفدنا من الفيديو ما ننساش نضغط لايك الفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. ويا ريت يا جماعه ما ننساش نشير القناه لكل اصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنتم مع دكتور حنس حشمت، الف سلام. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.